اهلا وسهلا يا دكتور، بنرحب بحضرتك في كارديو اليكس 2018. ممكن حضرتك تعرف نفسك؟ انا دكتور محمد احمد شاهين، كارديولوجي اخصائي امراض القلب كليه الطب جامعه الازهر. اهلا وسهلا يا دكتور. دكتور، ممكن حضرتك تقول لنا رايك في كارديو اليكس السنه دي؟ ما شاء الله، كارديو اليكس من المؤتمرات العالميه، يعني الواحد دايما بيفخر ان في حاجه في مصر زي كارديو اليكس تضاهي يعني مؤتمرات عالميه كتير زي في امريكا وفي فرنسا وفي كل دول العالم. كارديو اليكس من المؤتمرات اللي حققت الموضوع ده على ارض مصر وخصوصا اسكندريه، يعني حاجه بصراحه فخر لينا كدكاتره قلب في العالم كله. يعني ميرسي يا دكتور. دكتور، ممكن حضرتك تكلمنا عن امراض القلب وامراض القلب في الرياضيين بالاخص؟ تمام. طبعا امراض القلب يعني من اكتر اسباب الوفاه في العالم هي امراض القلب، خاصه مرضى الخصور الشرايين التاجيه ومرضى الفشل عضله القلب. الرياضيين بصفه عامه دلوقتي في كلام، يعني احنا لسه كان في دلوقتي جلسه عن تحضيريه عن امراض القلب في الرياضيين، لان ده جزء مفقود شويه. يمكن احنا شفنا بعض اللعيبه مات في ارض الملعب، ولو نفتكر لاعب النادي الاهلي الشهير محمد عبد الوهاب اللي مات في ارض التدريب، يعني الموضوع ده بقى ذو اهميه. وفي مصر بدا يعني في تجربه رائده في مستشفى وادي النيل مع دكتور حازم خميس، ولسه كان بيتكلم عن الموضوع ده دلوقتي. مهم جدا، مهم جدا ان اي واحد شخص يعرف ازاي يعرف ان انا عندي مرض القلب. تمام. اولا مش اي واحد هيقول انا عندي مرض قلب، في بعض المرضى مؤهلين ان هم يكون عندهم مرض القلب. بعض اهم حاجه طبعا اللي هي انا عندي خطوره تؤدي لامراض القلب ولا لا، زي ارتفاع ضغط الدم، زي مرض السكر، المدخنين طبعا، الوزن الزايد. تمام. بيبدا المريض يشك ان هو في مشكله في القلب ولا لا. اشهر اعراض لكده ان ممكن المريض يكون عنده الام في الصدر، ده اهم حاجه، او نهجان زايد عن اللزوم، يعني بيجي يطلع السلم كان بيطلع 3 ادوار كويس جدا، بدا يطلع دور بقى يلاقي نفسه بينهج نهجان، يبدا المريض في الفتره دي يتوجه لدكتور القلب. ده بالنسبه للمريض العادي. والنهجان يعني قد ايه نهجان ممكن؟ يعني احنا بنقيم الموضوع ده حتى واحنا بنتعلم وبنعلم الناس الاصغر مننا. انا اذا المريض بساله انت بتطلع 3 ادوار، انت ساكن في الدور الثالث، تطلع الدور الثالث كويس ولا لا؟ لا ده انا بطلع الدور الاولاني، ده انا بطلع سلمتين ولازم اريح، بطلع سلمتين لا كده في مشكله ولازم اتوجه لدكتور القلب وابدا اعمل فحوصاتي. تمام. واشوف ايه السبب، لان في ممكن يكون حاجه تبع القلب وحاجه مش تبع القلب، يعني ممكن المريض لو عنده انيميا هينهج، فطبعا هيرجع لدكتور القلب، وفي الوقت ده دكتور القلب هيقدر يوجهه ويقدر يحدد ايه الموضوع ويقدر يعمل له العلاج اللازم. هل في اي رساله تحب توجهها للدكاتره الصغيرين اللي لسه داخلين التخصص وعايزين يعني؟ طبعا من اهم الرسائل طبعا انا اللي اتعلمته وبعلمه لزمايلي الاصغر مني، اول حاجه طبعا لدكتور القلب ان هو لازم يتعلم رسم قلب كويس، يعرف يقرا رسم قلب كويس، يعني اهم حاجه ان انت تقعد اول فتره ما تدورش، لان تخصص القلب تخصص مليان سب سبيشاليتي، تخصصات متفرعه. ما ينفعش ان انا اروح ادور على القسطره وادور على ان انا اتعلم ايكو وانا لسه ما بعرفش اعمل رسم اقرا رسم قلب. يبقى اهم حاجه بالنسبه لي كدكتور قلب ان انا اقعد، ممكن اقعد 3 أو 4 شهور اقرا واتعلم ازاي اقرا رسم القلب واعمل له انتربريتيشن كويس عشان ابدا اشوف اقدر اشخص، لان دي رقم واحد اول كونتاكت ليا مع المريض رسم القلب. طيب انا اتعلمت رسم القلب، ابدا اشوف بقى، ابدا اقعد في الرعايه. مهم جدا تلاصق الدكتور للمريض في رعايه القلب، ويمكن ديت يعني خطوه لازم على الاقل من سنه ونص لسنتين. الدكتور القلب اللي عايز يبقى دكتور قلب كويس جدا لازم يفهم كلينيكال كويس جدا، لازم يعرف يشخص المريض، لازم يعرف ايه، يشوف ايه التغيرات اللي بتحصل في المريض، لان مش كل مريض بيحصل له نفس الاعراض ونفس الحاجات. شغلك مع المريض في رعايه القلب هيخليك بعد كده دكتور قلب كويس جدا، بعد كده تتعلم، لان الحاجات اللي هي الدياجنوستيك زي
الايكو زي القسطره والكلام ده، كل ده هيجي وكل ده هتتعلمه بعدين. مش كده اللي هتحرك يا دكتور؟ تمام، تحت امرك.